فات من المولى اسبوع. مبسوط يا فالح؟ بيقول لك فات اسبوع يعني كفر محمر ابو سويلة هيطر من ايدينا. على عموما اني لقيتها خلاص. في ايه؟ في ايه؟ بيضاء تحيه الضيف. بس لطاف والله. باخد لك خمسه منهم وانت ماشي يا فوت. الجميل يا فلان! انجلني يا رشدي! اوعى! هي الكبيره نازله من السقف ولا ايه؟ شوف كده لا يكون فرخه باظت في قفاها. ما تقلقش يا مرودي، ده العيشه وقعت علينا كلها تراب مضاره. مضاره ايه؟ انا بقول يلا نلحق صلاه الظهر. ما تستنى اما نشوف الراجل ده يمكن نصلي عليه بالمره. يبقى فرصه اروح اتنضى وارجع يا شباب. لا استنى، مش جايز يحدفوا علينا سيجارتين بنجر. صباح الفل يا ابن النيل. صباح الخير يا فرح النيل. نورت المكان يا ابن الاصول. الله يخليك يا بنت الاصول. اتفضلوا جودو. ومين اللي جنبك ده يا ابن الاصول؟ انا ابقى الاصول نفسها. مساء الخير. بشربها على جوزك. نورت البلد يا ابو العريس. بلد منوره باهلها. امال فين العروسه؟ واحنا مش هنشوفها. هتشوفها يوم الدخله ان شاء الله. ايه يا سيادتنا؟ طب ايه؟ لا مؤاخذه يا عريس، قانونا لازم العريس يشوف عروسته، واللي اهم من ده بقى اللي انا اشوفه عايز. ومين اللي فط زي الوطواط ده؟ ده محامي العائله واللي هيشهد معايا على الجوزه، قصدي الجوازه. وجوده معانا ضروري يا كبيره. بقول لك ايه يا حاج، خلينا نشوف العروسه ونفرح. بس بقى يلا. خلاص يا ولد، مجلس العيلة وافق تشوف العروسة. هاتوا العروسة. ايه دي اللي وقعت منهم؟ مين دي؟ العروسة. لا احنا عايزين واحدة ما تلمستش مش ما بلغتش. احنا سلو بلدنا نسطر البنات الصغار. بس مش قوي كده ولا ايه؟ وين كشفت عليك يبقى لازم انت سطرني. باي عليك وعلى اللي خلفوك. هتسطرها ولا مش هتسطرها؟ اذا كان ربنا امر بالستر هعترض انا. الف بركه يا حبيب اخوك. الله يبارك فيك. صبرت ونولت. لا ده انت زهرت ونولت.
وبعدين يا رشدي؟ بص يا ابني، من الاخر كده انت حلك الوحيد عند امك. امي؟ ليه بقى؟ امك دكتوره محترمه، واكيد البنات اللي حواليها محترمات وينطبق عليهم المواصفات اللي طالبها عمك دي. وما تنساش يا سليم ان فات 10 ايام من الوصيه، يعني فلوس قربت تروح. انت هتهرج يا رشدي، ما هي ماما عارفه ان انا متنيل صايع وضايع. لا 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 مش كده، انت كمان هتخش عليها بقى في سكه ايه؟ في سكه الاخلاق والتوبه. هتصدقك؟ ايوه ايوه، مهما كان دي امك ويهمها مصلحتك، الله، وفي الاخر الخير هيعم على الكل. طب وجاد بتاعنا دي؟ اه ده سيبهولي انا، انا هظبطهولك واظبط هنادي. يعني انت بجد عايز تتغير؟ هيتغير يا طنط وهيبقى بيز. اخرس انت. ماشي، على فكره يا طنط شخصيتي قويه جدا. هتغير وهكون انسان جديد. وايه؟ انا قلت اخرس انت. ماشي، بس يا طنط شخصيتي قويه جدا. يعني هتسمع كلامي في كل حاجه؟ كل حاجه. اي حاجه اقولها؟ اي حاجه. طب يلا بينا نجري. نجري؟ جري ايه؟ انا مش بتاع جري. يلا. ماما قالت لازم نجري، يبقى لازم لازم نجري. مقيت لك اخرس. هتيجي تعيش معايا؟ زي الفل. انا بقفل الباب الساعة 10. ده انا بنزل 11. هتصحى الساعة 7 الصبح. ده انا بنام 8. ليه يا طنط؟ هو انت هتشغليه لم الزبالة؟ اخرس انت. ماشي. تفطر وتيجي على النادي، تجري ساعة، تعوم ساعة، تلعب سكواش ساعة، تخش ساونا ساعة. وانا هخش الاولمبياد ان شاء الله يا ماما. وتقطع علاقتك بكل البنات اللي تعرفهم. سيبيلي 8 والنبي. هتقطع علاقتك بكل البنات اللي تعرفهم. حاضر هقطع، بس اقفي، هموت هموت. وصاحبك ده اللي اسمه جو، يا اما يتغير يا اما. الله، هو راح فين؟ الظاهر والله اعلم ان جاله هبوط اضطراري. هموت هموت. احنا محتاجين العرايه المركزه. هي طنط مبادئ لسه بتجري؟ مبادئ يا عبد الصمد؟ على فكره امك دي شخصيتها قويه قوي. معاك حشيش؟ في الشراب. ده زمان وعفن. شيرين. هاي يا دكتوره سوسن. ازيك يا حبيبتي؟ انا كويسه. اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله. سليم ابني. وانا جو صاحبه. اخرس. على فكره شيرين طنط دي شخصيتها قويه قوي. شيرين تلمستي وانا سعيد ان انا بدرس لها. ده انا اللي سعيد اني هتعرف عليكي. مالك حبيبي؟ مش عارف. عن اذن حضرتك هروح اخد شاور عشان لسه مخلصه تمرين. اتفضلي. جود لك. جامده قوي. نعم. انت ازيك يا ماما؟ عامله ايه؟ شيرين دي غير كل البنات اللي انت عرفتهم. انا ماشي عشان عندي مواعيد. عايز حاجه؟ متشكر يا ماما، خدي بالك انت من نفسي. حاضر يا حبيبي. ايه يا استعبط. لا ده انا قلت اشوفك لو عايزه حاجه كده ولا كده. تصدق انك قليل ادب. انا ده انا سافر. في ايه؟ انا بقيت ملطشه ولا ايه؟ ايه اللي انت عملته مع شيرين ده؟ انا ما عملتش حاجه. يظهر ان كنت غلطانه لما صدقت انك هتتصلح بجد. للاسف طلعت نسخه كوبي من ابوك. يا ماما ده سوء تفاهم عادي. يلا لم هدومك وروح عالم ابوك الموبوء. انت بتطرديني يا ماما عشان خاطر واحده شهر. اوعى اوعى تنطق كلمه عنها. شيرين دي لازمتها برقبة مليون شاب زيك. على الأقل في يوم من الأيام هتبقى أم محترمة تربي أجيال. لكن اللي زيك أنت آخرته إيه؟ كفاية بقى يا ماما الأوهام اللي أنت عايشة فيها دي. ما تنزلي أي ديسكو تشوفي البنات عاملين إزاي. الفساد بقى على كل لون يا دكتورة. ما هو الفاسد بيدور على الفاسد اللي زيه، والمنحرف اللي زيك بيبقى زي الكلب بيدور على كلبة يرمي بلاويه عليها. الحشيش ده شكله جامد قوي. عيب عليك يا تايجر، ده انا جايبه من فوق سور مجرى العيون نفسه. ما انا حاسس ان انا حقق برضه. طب امسك يا سليم.
سليم. انا ابوك. الله حلو الحطوف ده قوي. ركبوني معاك. تعالى تعالى يا عمو. اجري 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 وادي يا عمو صلي وصلي يا عمو صلي ده حبيب الروح مستني. الله خد ولع خد ولع لسه طفيها. يا مرد يا مرد ازاي عليك حبيبك النبي انقذني من الحرب والفضيحه. ايه ده ماله العفريت راكب يا نادي يا نادي مرتي. يا مرد مش عارف اعمل ايه قاعد الرب مش عارف يعمل ايه يا مرد دي. انا هعمل لك اي اي ما تسترجل شويه. ايه اي 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 مسترجل 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 هنادي هنادي. انت بتعمل ايه هنا يا بنت الصرف بتعمل ايه ورا الكنبه؟ الظاهر ان ميسي ابتدى يلعب تاني. شكله بيلعب في النهائي وهترسي على ضربات جزاء. ما تتظبط يا نادي فضحتني. اشوف فيك يوم يا ميسي الهي يا رب اشوفك عريان بلبوص والعلب زعلك بالطوب وتتفضح فضيحة القطط في السوق. ماشي يا ميسي الهي يا رب الاقيك بتلعب في مركز شباب بني. ميسي هل تسمعني؟ ميسي بس يا عم الحاج ده الناس غريتها السبت والحد وانا غبت ما وردتش على حد. يعني كأنك انت يا ميسي ماليش غير هنادي الغلباني. طب اطلع للاخر ماشي والله العظيم لو عفريت من دار عفريت تظهر لي. اظهر لي يا ميسي يا ابني مو ميسي. اي اي ومين لوني التاني؟ اي يا ابويا ده بيضرب تحت الحزام يا برشدي انا فوقي. اي لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر الله اكبر. مش نافع انا اجيب له خابور ولا ايه؟ خابور ايه بس يا تايجر ومسهل يا فرعون. اصحى يا دي يا ابن النيل. فشلت برضو. لو سالتك انت مصري تقول لي ايه؟ قول لي مصري ابن مصري وابن مصر الله عليك. قولها باعلى صوت وارفع راسك لفوق. انا مصري وابويا مصري بضماري ولوني مصري. شفت يا جد ميسي واللي عمله فيك؟ ما انا عشان كده ما اقدرش اقول له لا ده قادر ومتسلط. لا وايه ميسي ده حريف 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 وعلى قلبه فلوس قد كده. والعمل يا برشدي شرع علي. طمني يا حبيبي بقول الله انا هطلع ميسي ده من على جدتك. هتطلعه ازاي يا رشدي بايه؟ باي طريقه يا اخي ان شاء الله حتى ابوس دماغه. وان ما طلعش يا رشدي بايه في الحاله دي بقى احطر ابوسه من بوقك. ابوسك انا من بوقك يا رشدي بيه. هتطلع العفريت ازاي؟ هعمل لها زار حي. ايه الخلق دي كلها راكبها عفريت يا رشدي؟ امال ايه هو ميسي ده شويه ويا ريت ميسي لوحده. لا ده ميسي ورونالدو وسيد معوض. يوه يعني ده ضرب بجد يا برشدي؟ امال هزار. ايوه صار بجد يا شتان شنت عليك يا مصر وعلى عفاريتك. تعالوا ورايا انا جاي اهو. ده بقى يا سيدي جو الكوديا بتاع الزهر. الله هاي انكل جاهز يا جو؟ جاهز طبعا. هاي جاد ازيك يا جو؟ عامل ايه؟ بقولك الكرة دي بتاعت ميسي. ميسي ايه 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 انت هتغرود احنا من راضيين الا مستر مروش بقى. الله اصبر بس اسمع الكرة دي معمول عليها عمل اسود ومرشوش عليها شوية جوز الهند وسمسم. عمل السفر ده مروش دي ما يعني حلوي. الكرة دي عمل ده ايه؟ دي هتنطقها على راسك 10 مرات. 10 مرات يا مروش دي؟ مش اقل من كده. ميسي هيشوفها هيغير هيروح خارج من جسم هنادي وراشق في جسمك انت. بخت يا برشدي بخت عشان اخد بطولات. لا بالمسايسه اقول لك سيب لي ميسي وماله وسيب لي هنادي. لا وانا يا برشدي ما لزمكش في حاجه. لا انت هتربخني وماله. بس انا مش فاهم حاجه يا برشدي. طب يلا ابتدي. يلا استني بقى لما اجهز. اجهز ما تقلع البنطلون. اصبر يا برشدي. الله جرى يا برشدي مفيش ضفوف ولا حاجة. هشغلهم مزيكا اجنبي. هطلعهم مثل مزيكا اجنبي. ده الاحتراف يا جاد. اقول لك غير له مزيكا يا جو. حبيبي يا عم يا هو ده الكلام يا
ده انا جايب لك عقدي في نادي بايع بيه. ادفع يا ميسي وانا اجيب لك كاس العالم. طلع على المونتاج يا بارشدي. لسه بس هيرجع. ادفع بقى ادفع ميسي. ما تدفع يا ميسي يا ميسي. ادفع ادفع يا ميسي يا سيادة. ما يصحش لو في انتم بتتضرب يوم اضربها بايدي. طب ادفع يا ميسي. مبروك يا جاج. طلع ملكتها برشدي. لا هنادي ماتت. سليم سليم. نعم. انت بتعمل ايه هنا؟ ده انا جاي اشوفك واسلم عليك. جاي برضه تشوفني ولا جاي تشوف شيرين؟ لا جاي اشوف شيرين. هي فين؟ اذا كنت فعلا معجب بيها وناوي تتغير روح كلمها بنفسك وحاول تقنعها بيك. هي فين؟ في النادي. يلا انت عبيط. يلا كده. طب انا بقى حوريكم. انت شيرين؟ نعم. انا بودي. لو سمحت اصحابي قالوا لي انك صعبه. قلت لهم مش على بودي. ايوه على طب اصحابك ما قالولكش ان اللي عكس الاموره القطر بيدوسه. مؤدبه وهتتعبنا. اه كده يا قطر. قوم اخويا وانت لسه شفت حاجه من القطر؟ ده انا هبهدلك. تعالى يا ورا. تعالى قول انا مش راجل. بسيط. انا مش راجل. علي صوتك يا انا مش راجل اهين حاجه. لف بقى كده. شيرين شيرين. نعم. في حاجه؟ انا اسف. ممكن نقعد نتكلم شويه مع بعض؟ ما تخافيش مش هاكلك. أنا ما بخافش. يبقى نشرب حاجة. أنا موافقة على كل اللي أنت بتقوله ومؤمنة بالصداقة لأبعد حد، بس الأصحاب لازم يكونوا شبه بعض وأنا وأنت مختلفين في كل حاجة. شوفي يا شيرين، إن الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية، والود جاي جاي، وأنت أكيد عارفة إن البحر بيجوع، وطول ما أنت زمار وأنا طبال هتجمعنا الموالي. أنت إيه رأيك بقى في الكلام ده؟ انا مش فاهمه اي حاجه. ولا انا. شيرين انا معجب بيكي. انا مش عارفه اقول لك ايه، بس ازاي ارتبط بحد ما اعرفش عنه اي حاجه؟ ايه اللي انت عايزه تعرفيه عني قوي كده؟ يعني مثلا تحب تسمع مين من المطربين؟ بسمع مين يعني؟ هو ده السؤال اللي هيحدد لك قوي يعني. بعرور. مين؟ ايه في ايه مال بعرور؟ هو بعرور وحش؟ اصلي بحب عبد الحليم. عبد الحليم مين؟ عبد الحليم حافظ. عبد الحليم حافظ ده حنين للماضي بقى. ضحكة تاني نفس الضحكة وراحت ماشية زي الدنيا ما تيجي في ثانية وتمشي في ثانية. في حاجة حبيبي؟ ما تركز معايا شوية. حاضر حاضر يا سيدي. نعم خير. اها شيرين طلعت بتحب عبد الحليم وعايشة في زمن الرومانسية وجو غريب قوي. طب وبعدين؟ انت مش لما قابلت ماما كان حبكوا كده شبه زمانكوا؟ اه. طب ما تحكي لي كان ايه الجو؟ اه احكي لي يا رشدي. وهلا احكي لي. واجي يا سليم عين. الله احكي لك. امك دي كانت حتة لحمة تتاكل نيه. كانت مزة مزة. كنت انام واقوم وانا بحلم بيها. كنت ابص الاقيها نايمه على الوساده الخاليه اللي جنبي. قعدت احب فيها 3 سنين من غير ما اقول لها. ولما قررت اقول لها راحت لدعاني بالقلم. اتجوزتها. ولما انت بتحبها قوي كده خنتها ليه يا رشدي؟ علشان طفس. تلاقيه عمره ما شافك لابسه له قميص نوم شكتشي ولا حاجه فقال يشوفه بره. بس يا ولد انا برضو فكرت في كده وقلت برضو جايز لان عمري ما شافني انثى كده. بس هو كان لازم يلفت نظري لده او يطلبه مني. اطلب ايه يا ابني؟ انا كنت بخاف من رد فعلها. تصدق يا سليم كنت انا اكلمها عن الحب ترد عليا بعلم الاجتماع والفلسفه. امك كانت بتحب ابن خلدون اكتر مني. ابن خلدون؟ ايوه. ولما زعلت معاه مشيت مع ابن سينا. يا نهار اسود وده ينفع؟ ده اللي حصل.
ده اللي حصل. هي كانت رومانسية ما اقدرش انكر، بس عيبها انها كانت صامتة ما بتعرفش تعبر. انا مسكتش، حاولت معاها، حاولت لحلحها من اغاني. هو ده كنت بتكلمها باغاني عبد الحليم؟ لا، باغاني احمد عدوية. قلت لها صح تضحي ابوه، ادي الواد لابوه، ما صدقت راحت رمياك في وشي. صح تضحي ابوه، ليها حق تخلع. وانا يا سليم، عارف مين اللي ممكن يظبطك في الحكايه دي؟ مين؟ عبد الرحيم ابو ناي، سكرتير عمك. ما تستغربش، عمك زرع فيه حب عبد الحليم حافظ، واكيد الراجل ده حافظ كل اغانيه. فكرني بقى تاني هنعمل ايه لحسن نسيت كل حاجه. الله، ما احنا اتفقنا لما كان عبد السلام النابلسي وعبد الحليم حافظ مع بعض، عبد السلام راح مكلم النابلسي، عبد الحليم ردد عليه على طول. على خيره الله، يلا دور. وشربت حجرين على الشيشه مع توتو والسبع ويشه. حليم غنى الاغنيه دي امتى؟ غناها في قلنا في شبرا. بس حلوه تصدق. ايه اللي بتقوله ده؟ ده انا عبد الحليم ولا غنى في شبرا؟ ده مش عبد الحليم؟ لا مش عبد الحليم. ولا غنى في شبرا؟ ولا غنى في شبرا. امال غنى فين؟ هيغني دلوقتي. حجر التفاحة ده تقدم قوي، تصدق كارف معايا كريز؟ كارف معاك ايه؟ كباب حلة. كباب حلة يا ابن المفاجيح. انطر الجدي اللي انت بالعه ده، عملت ايه في موضوع جاد؟ السلام عليكم. وعليكم السلام، عملت ايه في موضوع جاد؟ قال لي جاي وراك ما عرفتش ان اخره. ازيك يا برشدي؟ استنى يا ابني، بنطلب جاد، اطلبه وشوفه اتاخر ليه؟ اهو جرس. خليك وراه. الو الو. ها رد. الو. اقف في حته فيها شبكه، شكله راكب المترو. اشتمه عشان اتاخر عليه. اشتمه. انت فين يا ابني النيل؟ انا قصادك اهو. يعمل بصر. الله، ده كده اهو انجل يا ابني. ده فيديو كول والله. كمل بس عشان الرصيد. يا نرى. ايوه يا جاد. يا جدع انت ناولني البتاع اللي في ايدك دي. اهو امسك. الو. الريحه الحلوه دي يا برشدي. ده بخور. صنفه ايه؟ بخور. وانت لا مؤاخذه يعني يا برشدي بتشرب البخور ليه؟ اصلي محسود. ربنا يكفيك شر المرض يا برشدي. ناولني حكمني البت هنادي مطلعه على جتتي البلا الازرق. اللي يا برشدي الواحد عشان يشرب معاك البخور ده كل يوم والتاني يعني يعمل ايه؟ بسيطه، تطلع مستخرج رسمي من شهاده ميلادك وتجيب صورتين بخلفيه بيضة. خلفيه بيضة؟ ودفتر بفره. على فكره انا مش مقتنع بوجهه نظرك انت واخويا سليم ان الزمن ده في بنت لسه ما اتلمستش. لا، في يا حبيب اخوك. عندك هناتي مراتي مثلا ما حدش لمسها. تقدر تقول لي ميولها وطموحاتها ايه في الحياه؟ يا جدع خضتني.
ده هنادي دي بنت غلباني عايزه تخلف عيل شبهي وتسميه محسن. محسن يا نهار ابيض محسن. شفت مش قلت لك اهو اللي حسبته لقيته. قلت لك ايه قبل ما يخش؟ محسن. يا ابني يا برو ايه هتموت ولا ايه؟ يعني ايه يا برو مش دي ولا حاجه؟ يعني حاجه من اتنين، يا اما مراتك عندها حب قديم اسمه محسب، يا اما عندها حب قديم اسمه محسب. يعني ايه يا مرشدي؟ هي هنادي دي منين؟ من صنباط. يا نهار ابيض بذمتك قلت لك ايه قبل ما يجي؟ من صنباط يا معلم. من صنباط يا معلم. يا جدع انت اكتم يا جدع، عايز اتكلم مع ابويا رشدي. يا اما مراتك كانت رقاصه قديمه، يا اما مراتك كانت رقاصة قديمة، وفي الحالتين ما زعلش مني. يا إما كانت رقاصة جديدة. ودي الحالة التالتة. وبرضه ما تزعلش منه. يا شتاتي. يا شتاتي الشتاتي الشتات يا بروش دي. شتاتي الشتوت. يا نادي. والله ما أنا عدل. انت يا بيه. مين محسب بيه؟ انت يا بيه. اسم الاسامي ايه؟ يكون عمر الشريف اللي طلع في النيل. انت يا بنت نفسي انت مرة تغسل. خلاص هقول. انت ما حسب ده كان مهنا وقت الفرد خلص وبيسرح معانا في الافراح. افراح؟ خالتك غزية دي؟ ايه ايه كان خزية من صفات وعشت معاها سنتين في الفندق وعلمتني الرقص لحد ما طبع لينا ابويا فجأة وكشف المستخبي وهربت خالتي مع المغنواتي. يا حلاوتك يا اختي، يا حلاوتك وحلاوت ابوك. كانك ضحكت عليا انت وابوك يا هنادي. يا خرابي، وانا اللي كنت فاكرك بتروسيني لوحدي. اتاريكي بتروسي العم من الشعب. قصدي ما حدش لمسني. وانت واخدني بنت بنوت يا جاد. ولا نسيت؟ ولا ايش عرفني يا اختي؟ يا ايش عرفني؟ يا فضحتك يا جاد. يا شتات الشتات لو حد عرف في البلد اللي انت غادية. ايه ده راجل؟ في حد هتضيع نفسك عشان غزيه؟ يا جدع انت مالكش كان معايا لا كان مع ابويا رشدي. استوري الحته دي والحته دي وسيبيني اللي في النص هدعيلها انا بالستر. يلا اطلعي. اوعى يا جدع انت غير يا ابويا رشدي. مش كفايه عليا ميسي يا ابني؟ يا جاد اللي اتكسر يصلح. يصلح ازاي يا ابويا رشدي؟ خليك رويح. يعني ايه رويح دي يا ابويا رشدي؟ يعني خلي روحك رياضيه وفوت وكل بصل كتير عشان تقدر تفوت وخليك رويح. الله امال. وقف جنب اي حيطه واسند ظهرك وقول هارد لك يا جاد. هارد لك يا جاد. وخليك رويح. ورويح وفوت. يا شيطان الشيطان يا بلوشتي يا حزن الحزن. ده ما فيش صريخ ابن يومين على الكوبري. يعني الواحد لو اذى مش هيلاقي حد ينجده. لا في واحد هناك اهو ما اروح له. يا شتاتي يا شتاتي يا خسرتك يا جاد يا خسرتك في الموت. بس اعمل ايه؟ لازم انا اموت نفسي، لازم انا ازحف النيل. بس قول لاهل البلد ايه؟ مرجت غزيه مرجت غزيه. تلاقي الميه مرصراصه دلوقتي يابا. اي خدمه يا اخ. ساعدني يا خال. عاوز مني ايه؟ عايز انتحر. يلا نط. ده ايه يا جدع؟ مفيش ايه ده؟ ارجع اللي في دماغك. واقول لك ليه؟ اذا كنت هنط وراه. الله، انت مراتك كمان طلعت غزيه؟ انت عرفت؟ احي دي بقت مشهوره مشهوره. خلاص يا عم الحاج، حاج مننا شعبي يحب النكت قد عينيه. يجي العيد نروح العرافه.